خطة، وأنا هأفصي عن هذه الخطة، خطة بيديرها خلية رباعية، خلية رباعية من إسطنبول. هذه الخلية هدفها بتستهدف إثارة البلبلة والفتنة ونشر الشائعات في عموم الدولة المصرية، والمستهدف هنا المنظومة الصحية في مصر من تركيا. والله على ما أقول شهيد، والله 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 ما أقوله صدق 100%، تم الكشف وفضح خلية من اسطنبول. الخلية دي فيها واحد مصري. مين المصري اللي هو رأس الحربة في خلية فتنة القطاع الصحي في مصر؟ يحيى موسى. مين يحيى موسى؟ مين يحيى موسى؟ يحيى موسى ده كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية في عهد محمد مرسي. مين يحيى موسى اللي هو شغال دلوقتي مكانه؟ خالد مجاهد. زي خالد مجاهد كان بيقول نفس الدور ده، موجود هربان في تركيا، جابوه اتصل بيه ياسين أقطاي مستشار أردوغان، وجاب متين تران. متين تران ده صحفي كان بيجي مصر كتير أيام الإخوان، واتقبض عليه أيام مسجد الفتح، اتقبض عليه في رمسيس اللي هو متين تران. قعدوا ثلاثة مع بعض بتعليمات كانت من المخابرات التركية من هكان، عايزين منهم إيه؟ يا يحيى عايزين خلال الفترة حطوا لنا خطة نبدأ نهيج فيها الوضع في مصر. الوضع في مصر دلوقتي ماشي مستقر، عايزين نبدأ نستغل فترة رمضان والعيد، وبعد العيد نبدأ نتكلم نشكك في المنظومة الطبية، في المنظومة الصحية، نعمل اسفين من الأطباء ونقابتهم والدولة وزارة الصحة، نبدأ نشتم ونشتم على المنظومة، نبدأ نهاجم مباشرة مين؟ رأس الدولة. نبدأ نهاجم مباشرة الرئيس المصري. ليه؟ لأنه احنا عايزين نعمل هيجان ونقول نكبر من خلال فيديوهات موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونجيب ناس تعمل فيديوهات، والجزيرة تاخد تشتغل، والحرة تشتغل. خطة كانت لاستخدام الأزرع الإعلامية الإخوانية الموجودة في اسطنبول والجزيرة والحرة، دول الأزرع الإعلامية، مع الاستعانة بالحشاش محمد علي مرة أخرى يتم استدعائه، ويتم استدعاء عبد الله الشريف مرة أخرى. الجميع يتحدثوا في وقت واحد عن خلل الأزمة الصحية وخلل المنظومة الصحية، مع توجيه الهجوم مباشرة لرأس الدولة. ده خطة موجودة، قال لك حط اسم رئيس الدولة في أي حاجة عشان الهجوم اشتغل، وتجيب فيديوهات تنشرها على الصفحات التويتر على الفيسبوك على غيره اشتغل، ونعمل عملية إرباك للمشهد. الخطة كانت اسمها إرباك المشهد، وخطة فتنة الأطباء دي كانت خطة موجودة اسمها خطة رباعية. يحيى موسى متحدث وزارة الصحة أيام الإخوان، الإخوان الهارب اللي عندهم، متين تران، ياسين أقطاي. أنا بقول معلومات ما بقولش كلام. تم الاستعانة بالجزيرة والحرة ومحمد علي، والاستعانة بإعلام الإخوان، دي الأدوات اللي موجودة. لكن الرؤوس اللي دبرت الموضوع متين تران، ياسين أقطاي، يحيى موسى بتعليمات مباشرة من فيدان هكان فيدان مدير المخابرات التركية. تعالوا شوفوا بس، أنا جمعت تجميعة كيف نفذ هؤلاء هذه التعليمات.